تتبعي قناه مكتبتي التعليميه مرحبا بكم في الصفحه 56 كيف احافظ على الماء عند استعماله كيف كيفاش غادي نحافظ على الماء ملي نستعمله لكن وقبل ان نمر الى وضعيه الانطلاق سنقوم بتذكير لما رايناه في الحصه الماضيه الحصه الثانيه قلنا كنميز الماء العكير عن الماء النقي باش كنميزه كنميزه باللون ولا الرائحه او لا الذوق كما ان الماء يصبح عاكرا الى تغيير اللون ديالو الرائحه ديالو او الذوق ديالو ويصبح الماء العكر نقيا بعد تصفيته لكنه يبقى غير صالح للشرب اذا متى يصبح صالحا للشرب بعد تصفيته ومعالجته في مختبر خاص بمعالجة المياه ولأحافظ على صحتي لا أتناول إلا الماء الشرب إذا ما خصني نشرب إلا الماء اللي هو صالح للشرب باش كنحافظ على الصحة ديالي وضعية الانطلاق استعمالات الماء كثيرة ومتعددة لاحظوا الاستعمال ديال الماء في الصورة الأولى يستعمل في الري وهذه التقنية هذه اللي كيستعملوا هنايا في هذه الصورة هي تقنية التنقيط يعني فقط كيديروا هذه هاد الآلة هذه باش كدير قطرات ديال الماء أو لا كترش الماء بمعنى هذه التقنية هذه فهي كتحافظ على استعمال الماء وكتحافظ على الماء في الصورة الثانية لدينا هذه الطفلة فهي تغسل أسنانها بالفرشاة والسانون كما كنلاحظوا بأنها سد الروبيني يعني أيضا فهي كتحافظ على الماء أتساءل تساؤل هنا كم مرة أستعمل الماء في اليوم ولأي غرض شحال ديال المرات كنستعمل الماء ولأي غرض شنو هما الأغراض اللي كنستعمل فيها الماء كيف يمكنني أن أستعمل الماء دون تبذيره وكيفاش كيخصني نستعمل الماء بلا ما ضيعه دفع الاستعمالات اليومية ديال الماء بالنسبة لي فأستعمل ماء الصنبور حوالي عشر مرات في اليوم للشرب والنظافة والغسيل وغيرها إذن نقدره مع عشرة ديال المرات أستعمل أستعمل ماء الصنبور ماء الصنبور حوالي عشر مرات في اليوم عشر مرات في اليوم للشرب للشرب والنظافه والغسيل وغيرها السؤال الثاني كيف يمكن أن أستعمل الماء دون تبديله لن يمكنني تفادي تبديل الماء باستعمال الكمية الكافية منه لكل استعمال إذن باستعمال باستعمال الكمية الكمية الكافية منه لكل استعمال نستعمل فقط الكميه اللي غادي تكفيني لكي لا ابدلها اذا استعمل ماء الصنبور حوالي عشر مرات في اليوم للشرب والنظافه والغسيل باستعمال الكمية الكمية الكافية منه لكل استعمال كل استعمال إذا باش نستعمل الماء بلا ما نبدرو يعني بلا ما نضيعو خصني نستعمل الكمية اللي تكفيني فقط ما سأقوم به أحدد عدد المرات التي أستعمل فيها ماء الصنبور كل يوم غادي نحددو شحال ديال المرات كنستعمل ماء الصنبور كل يوم أغراض استعمالي للماء الأغراض اللي كنستعمل فيها الماء عندنا الشرب نظافة جسمي الغسيل أغراض أخرى ثم عدد المرات التي أستعمل فيها الماء فمثلا الشرب عدد المرات في اليوم نديرو فقط نديرو ثلاثة ديال المرات كنعمر مثلا واحد الكأس كبير وكل مرة كنشرب فيه شوية إذا الشرب تلات ديال المرات نظافة جسمي هاد المرات نديرو جوج ديال المرات الغسيل الغسيل غسيل الأواني أو لا غسل اليدين نديرو تلاتة ديال المرات أغراض أخرى نديرو أربعة أربعة باش تجي أربعة زائد تلاتة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر عدد المرات اللي كنستعمل فيها الماء ديال الصنبور اثنا عشر مرة تقريبا استعمل ماء الصنبور حوالي اثنا عشر مرة اثنا عشر مرة في اليوم ثانيا اقترح طرقا لترشيد استعمال الماء اضع علامة في تحت السلوك الذي يبدر الماء اذا غادي نوضعو علامة في تحت السلوك الذي يبدر الماء الشرب نظافة جسمي الغسيل إذا فهذه الطريقة هذه الطريقة الثانية لاحظوا كيفاش كيشرب هذا الطفل هذا هو يبدل الماء يعني باش ما الماء نجيب واحد الكأس ونعمره ونشربه من الكأس إذا الطريقة التي تبدل الماء أو السلوك الذي يبدل الماء هو هذا السلوك ثم من أجل الاستحمام نعمره واحد السطل ولا واحد البانيو ثم ندوشو باش نطلقو الرشاشة باش ما الماء ثم في الغسيل كذلك غادي نعمرو واحد السطل او لا واحد الباني ونغسلو منو يدينا باش ما نضيعوش الماء اما هذا السلوك فلاحظوا هو حتى القروبيني فبالتالي هاد السلوك فهو يبدل الماء ننتقل الى الصفحه 57 استنتجوا من خلال الانشطه السابقه ماذا يمكننا ان نستنتج لكن قبل ان نكتب الاستنتاج لدينا ملاحظه يمكن ان نحافظ على الماء ايضا في الفلاحه والصناعه اذا في المحافظه على الماء في الفلاحه فمثلا استعمال تقنيات متطوره في الري كالسقي بالتنقيط كذلك في الصناعه يجب علينا ان نحافظ على الماء وعدم تبديره اذا ما يمكننا ان نستنتجه يمكنني ان احافظ على الماء في كل الاستعمالات اذا في جميع الاستعمالات فيمكن لي نحافظ على الماء ونكتب يمكنني يمكنني ان احافظ قلنا يمكنني ان احافظ ان احافظ يمكنني ان احافظ على الماء يمكنني ان احافظ على الماء في كل الاستعمالات 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 استخلص يستعمل الماء لاغراض منزليه وفلاحيه وغيرها فالاستعمالات ديال الماء كثيره ومتنوعه كنستعملوه لاغراض منزليه كنستعملوه كذلك لاغراض فلاحيه وصناعيه وغيرها لكي لا نبدل الماء يجب علينا ان نستعمل فقط الكميه الكافيه لكل غرض باش ما الماء كيخصنا نستعملو فقط الكميه اللي نحتاجوها نمر الى المعجم استعمال يوتيليزاسيون تبذير غاسبياج غاسبياج صنبور غوبيني غوبيني robinet بياج ايتيليزاسيون اعبئ تعلماتي الف اكتب حرف م تحت كل ما يعني استعمال الماء في المنزل استعمال الماء في المنزل وحرف الفاء تحت كل ما يعني استعمال الماء في الفلاحة استعمال الماء في الفلاحة وحرف صاد تحت كل ما يعني استعمال الماء في الصناعة يعني في الصورة الأولى كنلاحظو حقل إذا لاستعمال دي ديال الماء في الفلاحة غادي حرف الفاء الفلاحة ثم هنايا استعمال ديال الماء في المنزل في المطبخ المطبخ ثم هنا صناعة ديال المعلبات استعمال الماء في صناعة ديال المعلبات إذا الصاد كنلاحظو كنلاحظو هاد المرأة هادي فهي كتصبن إذا استعمال الماء في المنزل فهنا استعمال الماء في الفلاحة في تربية الأبقار وفي صناعة الأدوية كذلك يرني الصد في الصناعة السؤال باء أضع علامة في أمام كل استعمال للماء الشرب غير نوضع علامة في أمام كل استعمال للماء الشرب استعمال الماء الشرب صحيح أو لا خطأ اغسل السياره بخرطوم الماء الشروب فانا إذا استعملت خرطوم الماء الشروب يعني استعملت تيو فانا كنبدل الماء وكنضيع الماء فهذا سلوك خاطئ خاطئ اذا خطا خاصني نستعمل سطل ونستعمل واحد المنشفة باش نغسل السياره اسقي المزروعات الفلاحيه بالماء الشروب لاحظوا الطريقه ديال السقي فهنا كيستعمل يستعمل خرطوم الماء وهذا سلوك خاطئ فهناك تقنيات لتفادي تبدير الماء وهي التقنية ديال التنقيط إذا سلوك خاطئ كذلك ثم أنظف الملابس بآلة التصبيد فهو سلوك صحيح أسقي المزهريات بكمية كافية من الماء لاحظوا هذا السلوك فهو صحيح أرش أصدقائي بالماء الشرب سلوك خاطئ لا اترك الصنبور مفتوحا عندما اغتسل فهذا سلوك صحيح ملي كنسالي الغسيل فكخصني نسد الروبيني باش ما الماء فكل هذه السلوكات التي قلنا انظف الملابس بآلة التصبين اسقي المزهريات بكمية كافية من الماء لا اترك الصنبور مفتوحا عندما اغتسل فهي تحافظ على الماء وكذلك كنتفادوا بها تبدير الماء وبهذا ننهي تمارين صفحة سبعة وخمسون في صفحة ثمانية وخمسون كما اذكركم بانه بامكانكم متابعه دروس اخرى خاصه بالمستوى الاول والتي هي ظاهره امامكم في البليليست او بالرجوع الى اسفل الفيديو في صندوق الوصف الى اللقاء